مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وحصيلة جديدة تعلن عنها وزارة الصحة، رقم قياسي أعلنت عنه وزارة الصحة، بحيث أعلنت عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بحيث سجلت 2234 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية للأسف الشديد، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس في المغرب 77394 إصابة إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم الأحد 6 شتنبر. وأضافت الوزارة في بلاغ لها توصلت شوف تي في بنسخة منه أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية بعد استبعاد 21323 بلغ اليوم الأحد 1,997,659 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي، مفيدة المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت للأسف الشديد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1362 حالة، وتم التأكد من 1345 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 55274. ودائما وزارة الصحة تهيب بالمواطنين والمواطنات الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح وطنية ومسؤولية. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرة أخرى للأسف الشديد رقم قياسي، بحيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2234 حالة إصابة بكورونا و32 حالة وفاة. الله ينجينا وينجيكم، الله يبعد علينا هذا الوباء وهذا البلاء وهذا الجائحة، رقم مخيف جدا، رقم يصيب بالرعب صراحة. صعيب هذا الشيء اللي كنسمعوه، كنا كنسمعوا حالات قليلة 30 حالة 40 حالة 100 حالة، كان كيضرنا هذا الشيء في خاطرنا. شوية ارتفعت الحالات 1500 1700، ولكن 2234 حالة إصابة و32 حالة وفاة، هذا الشيء راه كيضر في الخاطر وكيخلع. ردوا بالكم، ردوا بالكم، الالتزام ثم الالتزام، كمامة ومسافة الأمان وعدم التجمع والتعقيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يشافي جميع المرضى، الله يرحم جميع شهداء هذا الوباء يا رب. راه بزاف هاد الشيء، الحجر الصحي هو الحل. هادو تعليقات ديال مشاهدي قناة شوف تي في. الاكتضاد أمام المدارس كازا مشات فيها، يا ربي السلامة، وغادي يديروا الحجر المغرب. الحجر الصحي هو الحل، هاد الأرقام يوميا كترتفع بشكل مخيف، وباقي مازال ما فكروش يرجعوا الحجر الصحي. الحجر الصحي هو الحل، سنة بيضاء. الحجر، العديد من التعليقات كطالب بالحجر الصحي للمواطنين المغاربة من بعد ما سمعنا هذا الرقم القياسي واللي علنت عليه وزارة الصحة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بحيث سجلت 2234 حالة و32 حالة وفاة. الحجر الصحي هو الحل، الحجر الصحي هو الحل، ولكن باش غادي نعيشو؟ الله يحفظ، غدا الدخول المدرسي النتائج تكون كارثية، الله يحفظ يا ربي. كنتمناو اكيد من ان الدخول المدرسي يدوز فواحد الاجواء اللي هي اجواء ديال اجواء صحية واجواء بشكل طبيعي، ونحترموا مسافة الامان بالنسبة للاهالي اللي كيمشيو يسجلوا الوليدات ديالهم، نديروا مسافة الامان ونديروا الصف. راه ماشي سهلة، 2234 حالة ماشي سهلة و32 حالة وفاة. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرة أخرى وزارة الصحة تعلن عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بحيث سجلت 2234 حالة و32 حالة وفاة. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في على التفاعل، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله، وفي حصيلة جديدة نكون سمعنا فيها انخفاض لا في عدد الإصابات ولا في عدد الوفيات، وارتفاع في عدد حالات الشفاء. شكرا لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.